نشرة الأخبار من أورينت نيوز، والبداية بالعناوين. فرار العشرات بصفوف ميليشيا قسد في دير الزور باتجاه الأراضي التركية. قتلى وجرحى لميليشيا قسد باستهدافهم من قبل الفصائل شمال حلب. Human Rights Watch تحذر المانحين في مؤتمر بروكسل من إيصال أموال لنظام أسد. تراجع أسعار النفط بعد التعويم الجزئي للسفينة الجانحة بقناة السويس. والولايات المتحدة تعرب عن قلقها من الشراكة الصينية الإيرانية. عمليات مضمونة لتصحيح النظر بتقنية الليزر والليزك. مجموعة مشافي أفيسيانا العالمية. أهلا بكم. فر العشرات ممن التحقوا بصفوف ميليشيا قسد باتجاه الأراضي التركية، وبعضهم باتجاه مناطق استيلاء ميليشيا أسد. وذكرت مصادر محلية أن عملية الفرار جاءت بعد تصاعد عمليات الاغتيال في صفوف الميليشيات في محيط آبار النفط شرق دير الزور، إضافة لفرض حالة التجنيد الإجباري على الشباب. ينضم إلينا عبر الهاتف نورس العرفي، مدير وكالة المصدر الإخبارية من إسطنبول. أهلا بك أستاذ نورس. لماذا حالياً ازدادت وتيرة الفرار من التجنيد الإجباري من صفوف ميليشيا قسد، علما أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة؟ نعم، أهلا بك أستاذ ميس. حقيقة هي كما تفضلت ليست بالجديدة، ولكن الجديد هي التطورات التي تحصل الآن من عمليات اغتيال وعمليات جعل ذلك التجنيد إجباري. سابقا كان الشبان ينضمون إلى تلك الميليشيات بسبب الوضع المعيشي الصعب، عدم توافر فرص العمل، عدم توافر مقومات الحياة حقيقة، لذلك يضطرون للانضمام إلى تلك الميليشيات. هذا قسم. القسم الآخر ينضم لكي يكون هناك هيمنة ويكون هناك له سلطة وسطوة على باقي الناس. حقيقة الآن التطورات هي عمليات الاغتيال. بعد توقف القتال مع داعش تزايدت أعداد الشبان المنضمين لقسد. لا يوجد قتال، لا يوجد معارك، لكن الأمر الآن أصبح هناك اغتيالات تحصل من قبل عدة جهات. يعني تحصل الاغتيالات من قبل فصائل أو من قبل فلول تنظيم الدولة الموجودة في المنطقة. هل لديكم معلومات حول أعداد الفارين وإلى أي المناطق التي توجهوا إليها؟ حقيقة كإحصائية دقيقة لم تصلنا إلى الآن إحصائية، لكن بالنسبة لي الأعداد هم بالعشرات الآن وهم بالزياد. التوجه هي إلى مناطق يعني يحاولون الفرار إلى خارج كل سوريا إلى تركيا. العدد الأكبر يتوجه إلى مناطق سيطرة الثوار، إلى المناطق المحررة. قسم منهم توجه إلى مناطق سيطرة النظام على الضفة الأخرى، فهو التوجه إليها سهل جدا بمجرد عبور النهر، لكن العدد الأكبر توجه إلى مناطق سيطرة الثوار بهدف الخروج من تلك المناطق. طبعا الوضع العشائري يلعب دورا هاما في تلك الأمور، فهؤلاء الشبان لديهم أقارب في تلك المناطق التي توجهوا إليها. إذن الوضع مستمر، الوضع الأمني هو السبب في ذلك الفرار، أيضا الإجباري، فرض ذلك التجنيد بشكل إجباري على الشباب على خطأ النظام طبعا، لذلك تتزايد أعداد الشباب الفارين. نعم، نورس العرفي مدير وكالة المصدر الإخبارية كان معي من إسطنبول، أشكرك. أطلق عناصر تابعون لميليشيا قسد النار على متظاهرين في دير الزور خرجوا تنديدا بالتضييق الاقتصادي الذي تمارسه الميليشيات بحق الأهالي. وقال ناشطون أن المتظاهرين جابوا بلدة العزبة وأحرقوا الإطارات بهدف إغلاق الشوارع. وتأتي المظاهرات بعد قرار ميليشيا قسد إلغاء عقودهم وتأخير صرف الرواتب في ظل الظروف المعيشية الصعبة واستمرار فتح معابر التهريب مع ميليشيا أسد الطائفية.
قتل 10 عناصر لميليشيا قسد في هجوم شنته الفصائل المقاتلة على مواقع الميليشيات شمال حلب. ولفت مراسل أورينت إلى أن الفصائل المقاتلة نفذت عملية تسلل إلى مواقع الميليشيا على محور قرية مرعناز، وتمكنت خلالها من قتل 10 عناصر على الأقل وجرح آخرين. معي عبر الهاتف من ريف حلب مراسل أورينت عمار جابر. أهلا بك عمار، لو تطلعنا على تفاصيل ما جرى فعلا. نعم ميس، بالفعل شن مقاتلون من الجيش الوطني فجر هذا اليوم عملية نوعية وصفوها بالعملية النوعية. طبعا هذه العملية استهدفت مواقع لميليشيا قسد في محيط بلدة مرعناز الواقعة بريف حلب الشمالي. طبعا بدأت هذه العملية بتسلل القوات باتجاه هذه المواقع، وتمكنوا من الوصول إلى عدة نقاط لميليشيا قسد هناك وقتل 10 عناصر وإصابة آخرين، بالإضافة أيضا لسيطرتهم على هذه النقاط لبضع ساعات ومن ثم انسحبوا. طبعا هذه العملية كانت وصفوها بالنوعية، وليس الهدف منها هو السيطرة على هذه المواقع، بل هي للضغط على ميليشيا قسد بسبب الخروقات المستمرة والقصف المستمر الذي يستهدف المناطق المدنية ومحيط مدينة عزاز وأيضا محيط مدينة الباب خلال الفترات الماضية. طبعا حتى هذه اللحظة هناك يعني قصف متبادل بين الطرفين بسبب وجود قتلى لدى ميليشيا قسد. كان أيضا هناك قصف من قبل ميليشيا قسد بعد هذه العملية للطريق الواصل بين مدينة عزاز وعفرين. طبعا استهدف هذا الطريق بعدد من القذائف المدفعية ولكن دون وقوع أي إصابات في صفوف. هل من حصيلة جديدة عمار حول حصيلة قتلى ميليشيا قسد في هذا الهجوم؟ حتى اللحظة كما صرح الجيش الوطني بأن هناك 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى، عدد منهم حالتهم حرجة، لربما ترتفع الحصيلة أكثر خلال الساعات المقبلة بسبب هذه العملية التي نفذها الجيش الوطني صباح هذا. نعم، كان معنا عبر الهاتف من ريف حلب مراسل أورينت عمار الجابر، جزيل الشكر. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول المشاركة في مؤتمر بروكسل إلى تجنب إيصال المساعدات لنظام أسد، وشددت المنظمة على أن وصول الأموال للنظام تساعده على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الشعب السوري، ويأتي ذلك بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن برئاسة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي ستناقش أيضا الوضع الإنساني للشعب السوري. بدأت أسعار النفط بالتراجع بعد الإعلان عن التعويم الجزئي لسفينة إيفر جيفن الجانحة في قناة السويس بمصر، ولأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي نجحت مناورات الشد التي شاركت فيها 10 قاطرات، ما أدى إلى استقامة السفينة في المجرى الملاحي. وبحسب هيئة قناة السويس فإن عبور السفن المتوقفة سيستغرق 3 أيام ونصف تقريباً. وفي السياق، أكد المحلل العسكري والاستراتيجي الدكتور فايز الدويري لأورينت أن أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس أبرزت أهمية منطقة الشرق الأوسط والتي يدفع أبناؤها ثمن تلك الأهمية. يعني أولا هذا أبرز أهمية منطقة الشرق الأوسط وليس فقط قناة السويس. لاحظ القيم الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط، نحن نتحدث عن أهم 4 ممرات في العالم. خليج هرمز 25% من الطاقة، مضيق باب المندب، قناة السويس، وحتى بالنسبة للتصنيفات الجغرافية أو لبعضها مضيق جبل طارق. هذه الأربعة تقع في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي من هنا تكمن معاناة هذا الإقليم بسبب الأطماع العالمية منذ قرون وليس عقود في الهيمنة والسيطرة. فنحن كدول عربية وكشعوب عربية ندفع ثمن أهمية المنطقة استراتيجيا على مستوى العالم، وبالتالي توالى عليها الاحتلالات منذ قبل التاريخ حتى اللحظة التي نتحدث بها. عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه بشأن الشراكة التي وقعتها الصين وإيران،
وكان قد وقع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي مذكرة تفاهم شاملة للشراكة الاستراتيجية، هي الأولى من نوعها بين البلدين وتمتد لخمسة وعشرين عاما، وتشمل المذكرة التعاون في مجال النفط والطاقة والمجالات العسكرية والأمنية والاستثمار الصناعي، كما تشمل تطوير البنى التحتية وإنشاء مناطق تجارة حرة في السواحل الإيرانية الجنوبية. بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نشكركم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.